الحصة التاسعة في جبر أولى إعدادي الترم الأول، وناخد فيها الدرس الأول في الوحدة التانية اللي هو الحدود والمقادير الجبرية. حصة النهاردة صغيرة، هنعرف فيها بس معنى كلمة حد جبري ومقدار جبري. نبدأ بالحد الجبري. لو أنا معايا جلم وجلم وجلم وحبيت أجمعهم يبقى معايا 3 أجلام، هرمز لكل جلم فيهم بسين، يعني هسمي الجلم الأول سين والجلم التاني برضو سين والتالت سين، وحبيت اجمعهم هيبقى معايا 3 سين، 3 سينات. فال3 سين دي سموها حد جبري، عبارة عن رمز وعدد، اول ما نضربهم في بعض سموها حد جبري. السين بنقول عليها عامل رمزي او عامل جبري، التلاتة بنقول عليها عامل عددي. السين عامل رمزي، اما التلاتة عامل عددي. لما نضربهم في بعض كل حاجة اسمها الحد الجبري. فتعريف الحد الجبري نفهمه بس، هو ما تكون من حاصل ضرب عاملين او اكتر، ما تكون من حاصل ضرب عاملين او اكتر. التلاتة سين دي كانوا عاملين، التلاتة عامل والسين عامل، زي كمان 5 سين صاد، الخمسة اسمه عامل عددي والسين عامل رمزي والصاد برضو عامل رمزي. كام عامل عندنا؟ 3، ادي الصاد 1 والسين 2 والعدد ده 3. لو طلب منك عدد العوامل اقول له 3 عوامل. الحد الجبري بنحتاج منه 3 حاجات، حاجة اسمها المعامل وحاجة اسمها الدرجة وعدد العوامل. لو عندنا حد جبري اسمه 7 سين أس 2، عايز المعامل بتاعه. المعامل اللي هو العدد اللي قبل الرمز اللي هو 7، المعامل اللي هو العدد اللي قبل الرمز. تاني حاجة الدرجة، الدرجة اللي هو مجموع الأسس اللي فوق الرموز، الأسس اللي فوق الرموز زي 2، فأقول له الدرجة الثانية تتكتب بالعربي. أما عدد العوامل نعد العوامل اللي عندنا، أنا عندي 7 ده عامل، سينوس 2 يعني سين متكررة مرتين فتتحسب عاملين، يبقى عندي رقم وعندي سنتين، يبقى عندي 3 عوامل. لو عايز تعرف عدد العوامل هات الدرجة وزود عليها 1، احنا جبنا الدرجة الثانية، لو زودنا 1 تديك 3 اللي هي عدد العوامل. اشمعنى الدرجة بنزود 1؟ لأن الدرجة بتديك عدد الرموز والواحد اللي هو العدد، الدرجة بتديك عدد الرموز والواحد بتاع العدد اللي قبل الرمز. تاني عندي حد اسمه 3 ألف أس 2 ب أس 3، عايز منه المعامل والدرجة وعدد العوامل. المعامل اللي هو العدد اللي قبل الرمز اللي هو 3، الدرجة اللي هي مجموع الأسس اللي فوق العوامل الرمزية، الأسس اللي فوق الرموز. احنا هنا عندنا أسين 2 و3، هجمعهم 2 زائد 3 5، فأقول له الدرجة الخامسة. عدد العوامل أنا عندي ب أس 3 يعني 3 بهات، وألف أس 2 يعني 2000 كده 5، وعندي عدد يبقى كده 6. لو مش عارف هات الدرجة وزود عليها 1، 5 نزود عليها 1 تبقى 6. السؤال التاني بيقول لي أكمل الجدول التالي، مديني جدول هنا الحد، هنا عايزين نجيب المعامل، هنا هنجيب الدرجة، هنا عدد العوامل. أول حد اسمه 4 سين أس 2، عايز المعامل اللي هو الرقم اللي قبل الرموز اللي هو الـ4، الدرجة اللي هو الأسس اللي فوق الرموز الثانية، عدد العوامل عندي سينوس 2 يعني سنتين، وادي عدد يبقى 3، أو نزود على الثانية 1 يبقى 3. الحد -3 صاد أس 5، عايز المعامل، المعامل الرقم اللي قبل الرمز -3، الدرجة الأسس اللي فوق الرموز اللي هي الخامسة تتكتب بالعربي، عدد العوامل -3 يعني 5 صادات، وادي -3 ده 1 يبقى كده 6، أو أزود على الدرجة 1 هتبقى 6. 5 سينوس 4 صاد أس 2، المعامل اللي هو الرقم 5، الدرجة مجموع الأسس اللي فوق الرموز 4 و2 6، فنقول له السادسة. عدد العوامل ممكن أزود 1 على طول، هما صاد أس 2 يعني صادين، وسينوس 4 يعني 4 سينات، وادي عدد يبقى 7، فعدد العوامل 7. 2 سين صاد، عايز المعامل، المعامل اللي هو الرقم يبقى 2، الدرجة اللي هو مجموع الأسس، ولا السين ولا الصاد فجيهم أسس، أي رمز مفهوش أس يعتبر إن الأس بتاعه 1 والصاد برضو أس 1، هنجمعهم يبقى الدرجة الثانية. عدد العوامل أدي صاد وأدي سين وأدي رقم يبقى 3، أو نزود على 2 1 يبقى 3. ألف ب ج، عايز المعامل، المعامل اللي هو الرقم، مفيش رقم يبقى يعتبر 1 برضو، والأسس تعتبر 1، المعامل اللي هو الرقم اللي قبل الرموز 1، الدرجة مجموع الأسس اللي فوق الرموز 1 و1 و1 يبقى 3. لو عايز عدد العوامل 4. سالب سين،
الرمز طالما ما جابلوش حاجة يبقى جاب ليه واحد، وفاجيه برضه في الأس واحد. لو عايز المعامل اللي هو الرقم سالب واحد، عايز الدرجة الأولى، عايز عدد العوامل اتنين، إن السين ده عامل والسالب واحد ده عامل، ده كده عاملين. التلاتة، والتلاتة ما جنبهاش سين ولا صاد، ما جنبهاش رمز. لو عايز المعامل اللي هو الرقم اللي هو التلاتة. لو عايز الدرجة أي رمز ما فيهوش سينات أو صادات يبقى الدرجة بتاعته الصفرية، إن إحنا بنقول الدرجة اللي هو الأسس اللي فوق الرموز، وهو أساسا ما فيهاش رموز يبقى الدرجة الصفرية. لو عايز تعرف جت منين الصفرية، التلاتة دي كأنها مضروبة في واحد، والواحد ده يعتبر أي رمز أس صفر، إن أي حاجة أس صفر بواحد، تلاتة تعتبر مضروبة في واحد، والواحد ده يعتبر سين أس صفر أو ألف أس صفر، يبقى الدرجة بتاعته الصفرية. عدد العوامل عامل واحد بس اللي هو الرقم اللي هو تلاتة، فعدد العوامل هيكون واحد. بيقول لي إذا كان الحد الجبري خمسة ألف أس سين زائد اتنين من الدرجة الثالثة فإن سين تساوي نقط. مديني حد وبيقول لي ان الحد ده من الدرجة الثالثة، قلنا الدرجة اللي هو الاسس اللي فوق الرموز، الدرجة اللي هو الاس اللي هو س زائد 2 دي الدرجة، مديها لنا الثالثة يعني هي كلها بتساوي 3، عايز منها س. طيب الاس كله ب3 منه 2، يبقى باجي الس دي مكانها 1، عشان 1 زائد 2 هيديني 3، فالس هتساوي 1. تاني زيها، الحد الجبري 2 ألف أس 3 ب أس م زائد 1 من الدرجة التاسعة، الدرجة اللي هم الأسس اللي فوق الرموز، دول كلهم ب9، عايز يعرف قيمة الميم. أنا التسعة دي عندي منها 3 وعندي منها 1، اجمعهم 3 و1 4، يبقى الميم دي مكانها 5، عشان لو جمعت 5 و4 يديك الدرجة اللي هي التسعة، يبقى أقول له ميم تساوي 5. إذا كان درجة الحد سينوس 4 صاد أس 2 تساوي درجة الحد ألف أس 2 ميم، عايز قيمة ميم. درجة الحد الأول يساوي درجة الحد الثاني، يعني يعتبر بيقول لك إن الأسس في الحد الأول تساوي الأسس في الحد الثاني، إحنا قلنا الدرجة اللي هي الأسس. نجيب درجة الحد الأول 4 و2 6، يبقى الثاني برضو أكيد 6، اسمه 2 ميم، عايز ميم واحدة بس، يبقى هقسم 6 على الاتنين فيها التلاتة، إن الاتنين والميم بينهم إشارة في. 2 في كام يديك 6، 2 في 3 يبقى الميم قيمتها ب3. اخر سؤال في الحد بيقول لي درجة الحد 5 اس 2 وعايز عدد العوامل. احنا قلنا الدرجة الاسس اللي فوق الرموز، طب هنا ما عندناش رموز خالص، انا لو فكيت 5 اس 2 يعني 5 في 5 ب25، ما فيهاش رموز، طالما ما فيهاش رموز يبقى من الدرجة الصفرية. عدد العوامل هو عامل عددي واحد بس، فقول له عدد العوامل يساوي 1. تاني حاجة اسمها المقدار الجبري. أنا لو كتبت كده بس 7 س ده اسمه حد جبري، لما زود عليه حد كمان كده يبقى كون لي حاجة اسمها مقدار جبري. المقدار الجبري يتكون من حد أو حدين أو أكثر، يتكون من حد أو حدين أو أكثر، يعني شوية حدود جنب بعض لو حطيناها جنب بعض يكون لي حاجة اسمها مقدار جبري، والحدود دي لازم يبقى بينها يا إما زائد يا إما ناقص، زي 3 س زائد 5، عندنا 3 س ده حد لوحديه والخمسة ده حد لوحديه، الحدين اللي جنب بعض دول سميناه مقدار جبري. المقدار ده فيه كام حد؟ فيه حدين، فبنقول عليه مقدار ثنائي أو مقدار ذو حدين، يعني فيه حدين، زي 2 ألف أس 3 زائد 7 ألف أس 2 ناقص 9، كده 3 حدود. المقدار اللي فيه 3 حدود بنسميه مقدار ثلاثي، زي 6 سينوس 2 3 سينوس 5 2 سينوس 3 ناقص 4، كده 4 حدود، فبنقول عليه مقدار رباعي، وهكذا. كمان المقدار ممكن يتكون من حد واحد بس، يعني لو كتبنا 7 س اقدر اقول عليها حد واقدر اقول عليه مقدار ذو حد واحد، يعني مقدار في حد واحد بس، يبقى المقدار هو ما يتكون من حد او حدين او اكثر. مش هنحتاج في المقدار غير حاجة واحدة بس، درجة المقدار. درجة المقدار هي درجة أكبر حد من حدوده، يعني إيه؟ يعني لو عندنا مقدار زي ده 6 سينوس 2 3 سينوس 5 2 سينوس 3 ناقص 4، وقال لك عايزين الدرجة بتاعته، هتجيب درجة كل حد لوحديه، قلنا الدرجة اللي هو الأسس، الحد الأول من الدرجة الثانية، والحد الثاني من الدرجة الخامسة، والحد الثالث من الدرجة الثالثة، الأربع مفيهاش رموز يبقى من الدرجة الصفرية.
اعلى حاجة احنا جبناها الدرجة الخامسة، يبقى المقدار كله من الدرجة الخامسة. درجة المقدار درجة اعلى حد، يعني اجيب كل واحد لوحده واعلى حاجة هي بدرجة المقدار. بالنسبة للاربعة دي اللي ما فيهاش رمز بنسميها حد مطلق، يعني حد حر ما فيهوش سينات، ودايما درجتها هتبقى الصفرية. احنا قلنا اللي ما فيهاش رموز هيبقى درجتها الصفرية. ناخد مثال بيقول لي درجة المقدار 7 سينوس 2 زائد 5 سينوس 3 زائد 8 هي نقط. المقدار نجيب واحد واحد، الحد الأول من الدرجة الثانية نكتب تحته الثانية، الحد الثاني من الدرجة الثالثة، أما التمانية مفيهاش رموز فدي من الدرجة الصفرية اللي هو الحد المطلق. أعلى حاجة إحنا جبناها الثالثة، بقول له المقدار من الدرجة الثالثة. آخر مثالين بيقول لي المقدار 2 ألف أس 3 ب أس 2 زائد 7 ألف ب أس 3 ناقص 5 ألف أس 2 ب من الدرجة نقط. تميز المقدار بيبقى بينهم زائد وناقص. عشان أجيب الدرجة هجيب درجة كل حد لوحده، الحد الأول نجمع الأسس بتاعته 3 و2 5 يبقى من الدرجة الخامسة، الحد التاني نجمع الأسس بتاعته، الألف ما فوقهاش أس يبقى الأس بتاعها واحد، 1 و3 4 يبقى من الدرجة الرابعة، 5 ألف أس 2 ب نجمع الأسس، الب فوقها 1 2 1 3 يبقى من الدرجة الثالثة. أعلى درجة إحنا كتبناها الخامسة، فالمقدار كله هيبقى من الدرجة الخامسة. آخر سؤال بيقول لي رتب المقدار 5 س ناقص 3 س 2 ناقص 6 زائد 2 س 3 حسب أسس س تنازليا. تنازليا يعني من الكبير للصغير، هو عايز يرتب من الكبير للصغير على حسب أسس س. يعني نبدأ بأكبر أس للسين، هنا سينوس 1 هنا سينوس 2 هنا في السين وهنا سينوس 3، يبقى هنبدأ بأكبر أس اللي هي 2 سينوس 3، بس لازم أبدأ بها بإشارتها، هي إشارتها موجب والموجب مش هيتكتب في البداية، يبقى 2 سينوس 3. بعد السينوس 3 سينوس 2، يبقى ناخد الحد التاني بس بإشارته، هو سالب 3 س أس 2. بعد سينوس 2 سينوس 1 اللي هي 5 س، إشارتها موجب يبقى موجب 5 س. آخر حاجة الحد المطلق اللي هو ما فيهوش س خالص اللي هو سالب 6. كده رتبناها على حسب أسس س، بدأنا بأكبر أس فالأصغر فالأصغر بعدين ما فيهوش سينات خالص. يبقى باختصار الحد الجبري هو ما يتكون من حاصل ضرب عاملين أو أكثر زي السبعة والسين والصاد. بنحتاج في الحد الجبري 3 حاجات، أول حاجة المعامل اللي هو الرقم اللي قبل الرمز اللي هو السبعة، تاني حاجة الدرجة اللي هو مجموع الأسس فوق الرموز 2 و3 يبقى الدرجة الخامسة، وعدد العوامل ممكن أزود على الدرجة 1 يبقى عدد العوامل 6، إن صاد أس 3 يعني 3 صادات وسين أس 2 يعني سنتين وكمان معاهم عدد يبقى عدد العوامل كلهم 6. أي حد جبري لوحده ما جابلوش حاجة يبقى جابليه 1 وفوقيه برضه 1، هيبقى المعامل بتاعنا 1 والدرجة الأولى وعدد العوامل 2. لو حطينا شوية حدود جنب بعض بيكون لي حاجة اسمها مقدار جبري. المقدار الجبري يتكون من حد أو حدين أو أكتر، لازم يبقى بينهم زائد أو ناقص، أحتاج منه حاجة واحدة بس اللي هو الدرجة. درجة المقدار هو درجة أكبر حد، يعني الحد الأول من الدرجة الثالثة والحد الثاني من الدرجة الثانية والحد المطلق ده من الدرجة الصفرية. أعلى حاجة احنا قلناها الدرجة الثالثة، يبقى المقدار كله من الدرجة الثالثة. يبقى دي كانت الحدود والمقادير الجبرية. الحصة الجاية هناخد الحدود المتشابهة وجمع وطرح الحدود الجبرية. نشوفكم هناك إن شاء الله.